السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. لو عايز تتخيل أن في حضارة تنبأت بالأحداث السماوية منذ آلاف السنين، وكمان مجتمع متقدم جدا في الرياضيات، عايز تعرف معلومات أكتر، تابعني. أنا صبر مجدي من قناة مستر حظ، ولكن بعد الانترو. تخيل حضارة تنبأت بالأحداث السماوية لآلاف السنين في المستقبل، مجتمع متقدم في الرياضيات وعلم الفلك بدرجة دقة تقويمهم تنافس أنظمتنا الحديثة. هذه ليست حبكة رواية خيال علمي، وبدلا من ذلك هذه هي بقايا حضارة المايا الرائعة التي ظهرت منذ حوالي 4000 عام في أمريكا الوسطى، حيث بدأت حضارة المايا رحلتها. استقروا في غواتيمالا وبليز وهندوراس والسلفادور وجنوب المكسيك. كانت مجموعة من دول المدن، لكل منها حاكمها المميز، ولكنها تتقاسم ثقافة ودين مشتركين. فترة ما قبل الكلاسيكية امتدت من 2000 قبل الميلاد إلى 250. خلال هذا الوقت طور المايا كتابتهم الهيروغليفية الفريدة، وقطعوا خطوات كبيرة في الهندسة المعمارية، حيث أنشأوا مدنا شاسعة من قلب الغابة مثل الميرادور والناكبي. ومع انتقالنا إلى الفترة الكلاسيكية من 250 إلى 900 ميلادية، وصلت حضارة المايا إلى ذروتها. برزت مدن تيكال وبلنكي وكوبان على الساحة، وكانت براعتهم المعمارية واضحة في الأهرامات المدرجة والقصور والمراصد التي بنوها، ولوحاتها المعقدة التي تروي حكايات حكامهم وآلهتهم. لكن الأمر لم يكن يتعلق بالعظمة والمجد، وكان المايا أيضا حضارة العلماء. كان فهمهم للرياضيات وعلم الفلك ومفهوم الصفر متقدما جدا على عصرهم. إن تقويم المايا، وهو نظام معقد يجمع بين الأحداث الدينية والفلكية، هو شهادة على براعتهم الفكرية. فترة ما بعد الكلاسيكية من 900 إلى 1500 بعد الميلاد كانت تراجعا لحضارة المايا. على الرغم من أن السبب الدقيق لا يزال لغزا، إلا أن النظريات تتراوح بين الاكتظاظ السكاني والحرب المفرطة والتغيرات البيئية. بحلول الوقت الذي وصل فيه الغزاة الإسبان في القرن السادس عشر، كانت معظم مدن المايا قد هجرت بالفعل، وحجبت الغابة الزاحفة مجدها. باختصار، كانت حضارة المايا منذ بدايتها قبل 4000 عام مزيجا رائعا من الفكر والثقافة والبراعة المعمارية. إن تقدمهم في مختلف المجالات من علم الفلك إلى الرياضيات جعلهم مختلفين، لكن تراجعهم يبقى محاطا بالغموض، ومدنهم المهجورة تقف أها شاهدة صامتة على عظمتهم الماضية. لذا في المرة القادمة التي تنظر فيها إلى السماء ليلنا، تذكر شعب المايا الذين رسموا منذ آلاف السنين نفس النجوم والكواكب بدقة تتركنا في حالة من الرهبة حتى اليوم. قصتهم هي شهادة على براعة الإنسان وتذكير بالطبيعة العابرة حتى لأقوى الحضارات.